واش الدراري، السلام عليكم، نتمنى تكونوا كاملين بخير. مرحبا بكم في فيديو جديد. المهم الدراري، في هذا الفيديو غادي نهضروا على واحد البروجي جديد من البروجيات اللي زين بقوه الدراري، حيت فيه بزاف الحوايج اللي زوينين، وبحيث انه يعني كيجمع ما بين ثلاثه اهم الحوايج اللي ممكن انكم تربحوا منهم داخل الانترنت، اللي هما بطبيعه الحال ديفاي، وكذلك البيتشر، وكذلك ان اف تي تريدينغ. ثلاثه الحوايج اللي مهمين باش يمكن لكم تربحوا من خلال هذا البروجي هذا. فغادي نعطيكم الدراري مراجعه شامله المشروع، يعني من الاول حتى الاخير. فالمشروع يعني قريب يبدا حاليا، يعني مازال في البيتا، يعني مازال ما مطلقش يعني بشكل كامل، ولكن قريب بزاف. داكشي علاش بغيت يعني نشارك معكم هذا المشروع وتشوفوا وتجربوا نتوما يعني الجيم بلاي ديالهم، وتجربوا وتشوفوا تقدروا انكم تشاركوا كذلك في الوايت ليست. فمهم لا ما طول لكم بزاف في المقدمه، غادي نقول لكم ليتس جو ونبداو في الشرح. مهم يا شباب، فبالنسبة للمشروع ديال اليوم فهو من المشاريع القوية القادمة، يعني مشاريع اللي صراحة أو مشروع اللي كبير جدا، حيث أنه كيجمع ما بين يعني ثلاثة الحوايج اللي مهمين، اللي هما البلاي تو ايرن، يعني بلاي تو ايرن جيمز، وكذلك الديفاي، وكذلك يعني ال ان اف تي تريدين. بالنسبة للديفاي الدراري غادي يكون عندنا ستيك تو ايرن، يعني تقدر أنك تستيكي التوكن ديالهم وتقدر أنك تربح منه، وكذلك محبي الألعاب وكذلك محبي البلاي تو ايرن جيمز تقدروا انكم تربحوا من هذا البروجي عن طريق اللعبه اللي حاليا مطلوقه، ويمكن لكم تلعبوها عن طريق يعني البيتا او الديمو، يعني تقدروا تجربوا الجيم. كذلك بالنسبه للناس اللي مهتمين كذلك بالستيك تو ايرن، او مهتمين بالعمله الخاصه بهذه هذا المشروع، فالعمله ما بقاش بزاف، وغادي يكون البريسيل ديالها، فتقدروا انكم تسجلوا في البريسيل، بقى يعني 7 دايز و 21، المهم ديال السويع. بروجي يعني كما قلنا هو شامل او جامع ثلاثه ديال المشاريع، يعني في بروجي واحد يعني ثلاثه الحوايج تقدروا انكم تربحوا منهم. هذا هو الشكل ديال الجيم، غادي نديروا جيم بلاي الدراري، دونك بلا ما ندخلوا لهذا الفيديو نشوفوا، فغنمشيو ان نشوفوا البروجي ونشوفوا الرود ماب ديالو. كما كتشوفوا الدراري بروجي مقسمينو على اربعه ديال الفاس. فالفصل الاول الدراري، فكما كتشوفوا يعني كومبليت الويب سايت ديالهم، يعني كملوا الويب سايت ديالهم وداروا سمارت كونترال ماركت بليس بيج اند ديال البلاصه ديال الديفاي. غادي نشوفوا هادشي كامل هنايا، غيديروا واحد المقدمه ولا الانتروداكشن ديال الميتافيرس، يعني غتكون عندهم ميتافيرس خاصه بهم اللي هي خاصه بالبيج اور، وغادي يكون ابجريد ديال الميتافيرس، غادي يكون كذلك يعني الان اف تي تريدينغ، يعني غتكون خاصه ببلاصه يعني باش تريدينغ الان اف تي. المهم في الجزء الثاني فغادي يكون يعني الكومبليت ديال الميتافيرس، وغيكون كذلك انتروداكشن الميتافيرس، يعني الان افي ار افاتار عفوا والار افاتار، غيكونوا بزاف الحوايج اللي زوينين. المهم هنايا غادي يكون يعني البلاي تو ايرن غادي تطلق، وغادي يكونوا يعني واحد الكونيكسيون ديال البلاي تو ايرن، وغيكونوا بزاف ديال الحوايج اللي غاديين يطلقوا الدراري في الفاست تشالنج. فالمهم بالنسبه للتيم الدراري كما كتشوفوا هما هادو التيم، كاين هنايا سميت، كاين هذا، كاين هذا، المهم هما راه تقريبا اربعه الاشخاص كل واحد والاكسبيريونس اللي عنده. البارتنرز الدراري ديال البروجي، فاول حاجه غتلقاوها اللي هي باينانس سمارت تشين، كذلك بينكسل، كذلك يعني بينون سمارت شير اير دروب. المهم الدراري بالنسبه للكي واي سي، فرا يعني البروجي كمل عن طريق يعني بي ان بي سمارت شين ديلي، كما كتشوفوا الدراري مشينا للتويتر ديالهم، فغلقاهم يعني الهاضرين عليهم في التويتر ديالهم. فكما كتشوفوا الدراري فهاد البلاتفورم فهي معروفه بزاف، يعني معروفه عالميا، هي خاصة بالبلاي تو ايرن وكذلك الديفاي. هاضرين عليهم على انه يعني نهار اش غادي يكون البريسيل، ونهار اش غادي يكون لونشمون ديال البروجي، كيما كتشوفوا هنايا 27 يعني في سبتمبر، والبرايس قدنا الدراري اللي هو 0.02. كيما كتشوفوا الدراري هنايا يعني راه حاليا بروجي راه يعني عنده الكي واي سي ديالو. المهم بالنسبه للتوكن الدراري غادي تليستا في بانكيك سواب وجيت ايو وفي هذه المنصه اخرى. المهم بالنسبه للكونتاكت ديالهم، هو هذا الكونتاكت ديالهم بغي كونتاكتيهم. غادي نشوفوا الدراري ثاني حاجه بالنسبه للبروجي اللي هي التوكن ديالهم. التوكن ديالهم الدراري بالنسبه اللي مهتم بالكوينز، فالبريسيل الدراري غادي يكون اولا البريفيت سيل غيكون ب 0.002، باش غادي تليستا فراغ تليستا ب 0.01 بالنسبه للبريسيل، هذا هو البرايس ديالو. من طبيعه الحال الدراري راه داك
البريفيتس اللي غيكون على بانكيك سواب. دونك الناس اللي مهتمين فراش تقدروا بغيتوا تدخلوا الوايت ليست تقدروا تدخلوا من هنايا. البريفيتس راه قريب، بريسيل مازال ما داروش التايم ديالو. بالنسبه للتوكن الدراري غيكون في فاينانس سمارت تشين، هذه هي الادريس ديالو، هذه الاوديت الكي واي سي كذلك. هنا التوكنوميك ديال البروجي يعني التقسيمات على حسب كل حاجه، داك الشيء باين واضح، كل نسبه ولا كل حاجه والنسبه ديالها يعني 10% البريسيل، 26% ولا 25% غتمشي للبليش ايرن، وكذلك هنا غادي تمشي 10% للليستين اكسشينج. فبلا ما نطولوا في هادشي الدراري راه باين كل شيء واضح هنايا، وهنا تفاصيل ديال البريسيل والبريفيت سيل الى غير ذلك، كل شيء يعني مفصل هنايا وواضح، يعني داكشي بشفافيه موضحين لك كل شيء. فمهم غادي تكون عندنا كذلك البليتش ايرن، يعني ثاني حاجه ولا الناس اللي مهتمين يعني بالبليتش ايرن، فغادي يكون عندنا يعني البليتش ايرن الدراري على هذا الشكل هذا، يعني كتدخل الجيم بهذا بحال هذا الشكل وتقدر انك تلعب. المهم كما كتشوفوا، فاول حاجه كديرها ملي كتدخل كدير كونيكت تو بلاي، كتكونيكتي الميتا ماسك ديالك وكتدخل كتقصر عادي يعني بحال اي جيم، غير هو في هذا الجيم يعني فانت غادي تلعب يعني كتكون لاعب وفي نفس الوقت كتربح. في وسط الجيم بلاي الدراري يعني ما كاينش شي حاجه اللي غديروها لي سبيشال يعني اللي باش يمكن لكم تربحوا، فقط يعني غير تجريك تلاقى مع صحابك فهادي ميتافيرس مصغر يعني بخصوص هاد الجيم هادي، فكتقدر انك تلاقى مع الناس يعني تلاقى مع الناس وسط الجيم وتهضر معاهم ولا المهم كتكونتاكتيهم تواصل معاهم تقدر تلاقى مع صحابك الى غير ذلك. وفي نفس الوقت الدراري كاين بلايص يعني في هاد كيما كتشوفوا هو ماركت ولا عباره عن مول يعني خاص بالان اف تيز، كتشوف وكتسارى تمايا، وكل ما لعبتي اكثر كل ما كتربح اكثر، يعني كل ما تحركتي في الجيم كل ما كتربح اكثر واكثر. هذه هي الكونسيبت ديال الجيم وهكا تقدر انك تربح منها، فهذاك الشيء راه ساهل بزاف يعني ماشي شي حاجه اللي صعيبه. حاليا الدراري هاد البيتا راه مطلوقه ولا هاد الجيم راه مطلوقه، يعني تقدروا تدخلوا اللينك كاين في الديسكريبشن وتجربوا الجيم بدون حتى مشاكل وتشوفوا يعني الا كان شي مشكل ولا شي حاجه، ولا تعوضوا على الجيم قبل من لونشمون ولا قبل ما تلونسا يعني يبدا الربح. فالمهم الدراري بالاضافه الى البلاي تو ايرن كاين حاجه اخرى اكيد اللي بزاف غادي تعجبهم اللي هي السيكين ولا ستيك تو ايرن. ستيك تو ايرن الدراري فمن اكثر الحوايج اللي كيربحوا منهم الناس اللي هو انك كتستيكي التوكن وكتربح عليها واحد المونطون. فهنا دايرين لك ثلاثه ديال البلايص اللي تقدر انك تورني منهم يعني على حسب المده، فكاين عندك 30 يوم وكاين 180 يوم وكاين 385 يوم، يعني المده ديال السنه، فعلى حسب انت شحال بغيتي تستيكي وشحال بغيتي يعني تقدر انك يعني المده شحال بغيتي تستيكي ولا التيم لوكيد يعني شحال بغيتي تخلي هاد الفلوس يعني مستيكي. هادشي كامل مازال ما تلونساش الدراري، مازال كيوجدوا هادشي، مازال حتى تلونسا التوكن بعدا عاد غادي تلونسا هادشي. فمن طبيعة الحال كل ما اختاريتي المدة اكثر كل ما كيتزاد البروفيت. فبالنسبة ل 30 يوم راه 10% بروفيت، وبالنسبة ل 180 يوم 100% بروفيت، بالنسبة للسنة فراه 200% بروفيت. غير هو انا الدراري راه ديما في الفيديوهات ديالي ما كنصح حتى شي واحد بال يعني عام ولا داكشي، فالاحسن يعني 180 يوم الى 30 يوم الى غير ذلك حتى تشوفوا البروجي واش غادي مزيان ولا لا. فمهم كاين كذلك غادي يكون عندنا الان اف تي ايرن، يعني تقدر انك تأرني من خلال الان اف تيز. وطريقة الربح من الان اف تيز فهي عن طريق شراء لاند، يعني كاين ان لاند وكاين في اي بي لاند وكاين ميتافيرس اير افاتار، يعني هادشي كامل غادي يطلع. فكل وحده ودير لك شحال ممكن انك تربح ولا بشحال البرايس ديالها. هنايا كما كتشوفوا يعني هادي هي الايرن، يعني نورمال لاند، يعني دي لاند عاديه، هادي دير الان هنايا تايم 30 يوم امو، يعني شحال غتشريها 2000 ولا 25000، هذه ب 50000 وهذه بشحال 30000. هذه اللي غاليه وقاليه بزاف، هذه اللي غاليه فيهم بزاف. فالمهم بالنسبه للجروب يعني كاين جروب شات، يعني كاين جروب عربي، كاين جروب انجلش جروب يعني الى غير ذلك. فالمهم غادي نشوفوا بعدا الانجلش ديال انجلش جروب. المهم هذه هي رابط المجموعه العربيه، يعني حاليا فيها 54 ممبرز، فتقدروا تدخلوا الا بغيتي تسولوا شي حاجه على البريسيل ولا شي حاجه على الجيم فتقدروا انكم تدخلوا، يعني جميع الروابط غتلقاوهم في الديسكريبشن. فبلا ما نطول عليكم اكثر من هكا الدراري، غنقول لكم تهلاو فراسكم ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله.